طيب علي، شفت أفلام عراقية؟ شفت أفلام عراقية يعني بعدنا ما نقدر نقول أنه عندنا ذيك الأفلام العراقية. الأمانة ما شفتهم كلهم، لأن أغلب الأفلام العراقية هي أفلام مهرجانات، فما تنعرض على الأقل هنا بأربيل، فالوصول إلها مو سهل. شفت فيلم الرحلة مرة نزل، كان حلو، بس يعني أحس الأعمال العراقية بدها تتطور أسرع بالمسلسلات أكثر من الأفلام. يعني بعد المشوار طويل حتى يكون عندنا سينما عراقية كأفلام أتوقع، بس كمسلسلات لا، الخطوات دا تمشي جداً هو سهل. هذا السؤال، شنو السر؟ شنو الخصوصية؟ يعني هذا عالم صناعة الأفلام بي هالقد هاي الاحترافية العالية بحيث يطلع الفيلم حقيقة عالم ثاني يشد المتلقي. احنا ليش نفتقد هذه الأدوات؟ هل هي الفكرة مثلاً بالكتاب، نقص بالكتاب عندنا مثلا، بالمخرجين، اما بالادوات، بالتقنيات، بالبيئه؟ يعني وين المشكله بالضبط؟ اعتقد من كل شيء شويه يعني. يعني بعد يراد له الموضوع، يراد لها خبره، يراد لها سنين، يراد لها بعد محاولات، لان احنا يعني مو من العدل انه نقارن الانتاج مال الافلام العراقيه بدول ثانيه، لان هم اكيد اول ما بداوا هم كان عندهم تخبطات، وكان عندهم ضعف، كان عندهم مشاكل، لكن بكثرة التجارب ومرور الوقت قدروا يصلحون شوية شوية. فأتوقع أنه إحنا اللي دنبون بمرحلة طبيعية، كون إحنا هسه دنبدي ننتج ومرور الوقت. أنا متفائل بصراحة، يعني أكو يقولوا لي تفائلك غلط، بس أنا أبقى متفائل يعني.